كل يوم بعمل هاي البرمة بطعمي هالبساس، إن هدول الروح بالنهاية مثلنا مثلين، إن إحنا الله ميزنا إنه بين فرق بين الحيوان والإنسان هو العقل بس، هاي دور روح يعني إجبار إحنا بدنا نبرم عليهم، ونحن بأيام صعبة يعني زي ما بقولوا أيام حرب، إذا دول ما نحن طعمناهم مين بده يطعميهم؟ بجيب أكل، بأخذ أكل للبساس، بعبي مي، ببرم بقلب المخيم، بدور وين في بسس، بعملهم بس 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 بتلاقيهم ركضوا. أنا بطعميهن مرة الصبح ومرة بالليل، بحط لهم مي، بحط لهم أكل. هلا بطعميهم مثلا اليوم تأخرت شوي، بس بالعادة بطعمين على 9 10، ببلش للساعة 8 9 بنزل على المرتسيك بأخذ لهم أكل بطعميهم شوي شوي. أنا بالنسبة إلي إنه الحيوان كمان لازم نقدره، يعني هو خلق على الدنيا، رب العالمين خلقه لنحنا نهتم فيه. في بسس بيت وفي بسس شارع، وهذا كله نحن يعني زي ما بقولوا أمان برقبتنا.